ما بين مصر والجزائر في الخرطوم. الحقيقة عشان إيه يعني ما زودش كتير هتقال، هقول يعني جملة وكلمة واحدة. إن اللي خطط أو ساعد أو سهل أو حرض على الأعمال العنف اللي حصلت ضد المشجعين المصريين في الخرطوم، واعتقد إن الموضوع هيعدي كمباراة كرة قدم، مناوشات عادية هتحصل بتحصل في أي مباراة وهيعدي الأمر وتهدى وكأن شيء لم يكن، أعتقد إن هو ارتكب خطأ كبير وعليه أن يتحمل، لأنه ارتكب هذا الخطأ مع دولة كبيرة زي مصر، عليه إن هو يتحمل تبعات هذا الغضب المصري. وبنتكلم غضب مصري أو تبعات الغضب المصري، مش نتكلم بس على الدولة، الدولة لها آلياتها ولها تحركها ولها مواقفها، لكن عليه أن يتحمل تبعات غضب المجتمع والشعب بشكل عام. مصر بلد كبيرة، بلد كبيرة بحكومتها بقيادتها بمؤسساتها المختلفة، سواء كانت المؤسسات الرياضية وستتحرك وبدأت تتحرك بالفعل، سواء كانت مؤسسات ثقافية، سواء كانت مؤسسات إعلامية، سواء كان مجتمع مدني بكافة طوائفه. انتوا سمعتوا ناس كتير من شتى الطوائف عبرت، وأنا تصوري الواضح إن الموضوع مش هيقف مجرد أنا التعبير عن الغضب، لكن هنجد تحرك وهنجد تنسيق على كافة الأصعدة مرة أخرى، علشان أعتقد إن مثل هذا الحدث ضد المتفرج المصري، ضد المشجع المصري، وبالتالي المواجهة ضد مصر بشكل عام هيمر مرور الكرام. بكرر مرة أخرى، أخطأ خطأ كبير وعليه أن يتحمل تبعات الغضب المصري وغضب مصر. ومصر دولة كبيرة لا يستهان بها، وزي ما قلت كبيرة ليس فقط بحكومتها اللي قبل أن تتحرك، ولكن كبيرة وقوية بمجتمعها وبتنوع هذا المجتمع وبتأثير هذا المجتمع في المنطقة وفي العالم. شكرا. لا فض فوق، كلام واضح يعني، اعتقد انه متماشي جدا مع الكلمتين اللي كنت اقولهم من شويه، وفكره ان اللي فاهم ان اللي حصل ده زوبعه في فنجان ولا سحابه صيف ولا ايه يا جماعه البروباجندا اللي انتوا عاملينها والدوشه اللي انتوا عاملينها دي، مباراه كوره وانتوا زعلانين شويه عشان خسرنا، واهم الموضوع اكبر من كده بكتير. تاريخ من الحقد والغل الجزائري تجاه نصر تفجر في هذه الازمه، وما استغلوا المباراه كفرصة للتعبير عن كل هذا الحقد والاحتقان والغل والكراهية والحسد، بالإضافة إلى مؤامرة سياسية خيوطها كبيرة مش مجالنا نحن نتكلم فيها دلوقتي. احنا بقالنا 3 أيام بنتكلم فيها، ولسه هنتكلم عن دول صغيرة ودول هناك وإيران والجزائر وإسرائيل. الحقيقة احنا بنتعرض لمؤامرة كبيرة جدا، وسلسلة أحداث غزة كانت جزء من هذه المؤامرة. يعني الغافل عن هذا الكلام واللي عايز يعدي الموضوع حتى لو كان عن غير قصد، انا بقول له اصحى، ولو بقصد اقول له تنحى، لان ده مش وقتك خالص. يعني شعبيا النهارده حصل تطورات كثيره جدا، مجلس الشعب شهد مناقشات ساخنه جدا على عده مستويات. في لجنه برلمانيه مشتركه النائب محمد ابو العينين رجل الاعمال قدم تقريره عن احداث المباراه. انتوا عارفين محمد ابو العينين كان هو رئيس البعثه البرلمانيه المرافقه للجماهير المصريه لمسانده المنتخب المصري في السودان في مباراه ام درمان. شهدت اللجنه انتقادات حاده من النواب للاعلام الجزائري والاعتداءات التي طالت الجاليه المصريه في الجزائر، وعدم تدخل الحكومه الجزائريه لحمايتهم، وعدم افصاح الحكومه الجزائريه حتى الان عن موقفها او تقديم اعتذار عما طال الجماهير المصريه. والفقره الاولى اللي هتبقى بعد الاخبار مباشره بعد 5 دقائق تقريبا هنستضيف فيها النائب محمد ابو العينين والنائب سعد الجمال رئيس لجنه الشؤون العربيه بالمجلس والنائب امين راضي وكيل لجنه الامن القومي مجلس الشعب علشان يحكوا لنا ايه اللي حصل في اللجنه. ده الجزء الاول من الحوار. الحوار الجزء الثاني هنتكلم مجلس الشعب باعتباره ممثل لكل ابناء الشعب المصري، ممكن نعمل ايه؟ واحنا قلنا سياسيا ودبلوماسيا وقياديا مصر بتتحرك كويس، احنا كشعب عايزين نتحرك كويس، وهم ممثلي هذا الشعب وقادته لازم يقولوا لنا كمان ايه المفروض علينا نعمله.